استحلفك بالله يا اللي بتتفرج على المال الطيب ده، هو تصلى على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم. اهلا عمدة السوق، ازيك يا عم ساعه؟ كل سنه وانت طيب. النهارده وتحديدا من داخل سوق بالقاس العمومي الدولي، اول سوق رسمي بعد عيد الاضحى المبارك، بنقدم لحضراتكم تقرير عن اسعار العجول اللحم. بس قبل اي حاجه نبدا بالصلاه على النبي ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميله، ومعي بهذا شاهد ودليله، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت عيون العارفين تسيله. صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تحية طيبة إلى السادة متابعي قناة الريف حياتي من داخل مصر وخارج مصر. تحية طيبة معطرة بذكر الرحمن إلى إخواتي وحبايبي المغتربين من جميع أنحاء دول العالم، وأسأل الله أن يردكم إلى دياركم سالمين غانمين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صباح الفل يا عمدي. صباح الفل يا باشا. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا دي أول سوق النهارده بعد بعد سوق العيد. كل سنة وأنتم طيبين والسادة المشاهدين كلهم طيبين. حبيبي كل سنة وحضرتك طيب. الأسعار في متناول الجميع. الدنيا هادية طبعا. السوق النهارده 100 100 للي يشتري. حبيبي حبيبي. الأسعار النهارده 100 100. وطبعا ما البيع والشراء النهارده شغال، بيع وشراء مش قايم. مفيش قايم في السوق. تمام. العجل ده يا محترم آخر سعر سمعته فيه كام بما يرضي الله؟ أنا والله يعني وكيلك ربنا. الراجل عايز يشتري اهو. تمام، بتشتري فيها يا معلم؟ حبيبي الله يرزقك. انا بقول نقول بايه واحنا مش فاكر لانك اشتري وخلاص. ما ينفعش يا ابني، في حاجة مش انت اللي بتشتريه. يا ابني ما ينفعش. صباح الفل يا عم ساعه. صباح الفل. صلى الله عليه وسلم. طيب. الف صحة حبيب قلبي. انت يا غالي انت. الله يكرمك. الله يعزك. الله يخليك يا عم ساعه. الله ينكت يعني. لا هنا هنا السعر ماشي. تعجل يا عم سلام علشان الشمس بس بعد اذنك. تعجل يعني هنا 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 السعر النهارده يعني عشان السوق ايه خفيف ماشي السعر. بس دايما يا عم سعد الناس بتسالني على القايم، عايزين نعرف سعر القايم. كل سنه وانت طيب بقى. معاك سلام لخبط. تمام. دي اللي يقول لك قايم. انت قلت حضرتك قبل كده بالقاس والمنصوره ما قايم مفيش. بس الناس بتبقى عايزه تعرف القايم بكام يعني؟ من الحلال بس. اتفضل. تمام. واللي يقول لك يبقى كداب. لا لا يا ابني ما تعود نفسك. حبيبي. صادق مع نفسك. الله يكرمك. لان التاجر الصادق تسلم. مع النبيين الصادق. اللهم تسلم يا غالي. فالمنصوره بالاسلع. تمام. دي فين بقى؟ الاسواق اللي هي العالميه اللي هي مين؟ بنها. حبيبي. او ضمن هو بس. كل سنه وانت طيب يا عم سعد. امال حد يقول لك بالكيلو؟ قول له حرام عليك. حبيبي. كل عام وانت بخير. الله يخليك يا غالي. الله يخليك. تعالى هات حرام. حبيب قلبي سمعت اسعار يا محترم؟ سمعت فيه؟ ده راجل عمله ب 50 وواحد عمله ب 45، بس السوق النهارده مش حلو. طب اللي عمله 50 ما نافسش معاه ليه يا غالي؟ والله ما اعرفش هو ما سابني ومشى بقى، بس هو النافع يعني 45. النافع 45؟ يعني انت سمعت 45؟ حبيب قلبي السوق مش حلو. طب قول له رقم تليفون حضرتك للحجز والتواصل معاك لو حد محتاجه ولا حاجه. بس السعر بس هيبقى في هزه شويه عن 45 ان شاء الله. في هزه عشان حاجه واحده. اتفضل. عشان الناس طمعت قبل العيد. وغلت اللحمه على الناس اللي بتشتري. خلي بالك في لحمه الناس يعني مخزنه في الفلازرات لحمه بالكو. انا عارف حاجه زي كده. اتفضل. الناس طماعه. خوفت الناس اللي هتطلع حاجه. البني ادم اصلا ضعيف. اللحمه 150 جنيه. دايما حابب يطمع في اكتر. حجه ان العلف غالي. خلي بالك ما انت شاري رخيص. تمام. انت شاري رخيص قبل كده. سليم. انت شاري رخيص يعني العجل اللحمه اللي طلع في الفادو ماشي رخيص. تمام. اللي ماشي دلوقتي هو اللي كتر خير اللي هيعلفه. تمام. فهمني؟ فانت عشان انت النهارده بتيجي قبل العيد تقول الناس ب 140 و 150 جنيه تخوف الناس قبل العيد؟ النهارده العجل البقر يقف فيه اقل من 120 جنيه. في الاي؟ ما هم لو كانوا باعوه بقى ب 125 ولا ب 130 ولا ب 120. تمام. يجي له زبون مثلا ما يتكاش معاه ويبيع وما يتجمدش. افهم الكلام يا استاذ. تمام. كان ربنا هيعديه. يعني دي اللي خلاها عملت لازما. لازما هو ما عجل يبات النهارده قبل العيد 500 كيلو. هيروح فين بعد كده؟ هيروح فين؟ تمام. في عجول 700 وفي عجول 600. تمام. اذا كتب 400 ما هوش ماشي. تمام تمام. يعني معقوله في عجول باتت 600؟ في يا عم الخير موجود في مصر. خدت بالك في الكلام. طب يا عمده اللي بات قبل العيد هيروح فين؟ هيروح فين؟ لا مش هيروح. بص صلى على النبي عليه الصلاه. اول هام هي ما
مش تعرف نزول اللحمه الا كمان جمعتين. تمام. على ما كله بقول لك ده السوق اشتغل في اللحمه يجز الضغط ضغط ضغط. عاشوره دي مش موسم يا جماعه، ده يوم. لا هو موسم. طب بحكم خبرتك يا عمدي، السوق جاي ان شاء الله هيبقى في النازل ولا في الطالع؟ هيبقى معقول بالنسبه للسوق جاي. بالنسبه للحم يعني هيبقى حلو معقول. بالنسبه للحم يبقى احسن من السوق حبيبي. هيبقى معقول يعني احسن من السوق. بعدين بس قول يا رب ان ربنا يحيش عنا الدور اللي ماشي بتاع الحمى الكلعيه دي، يا رب بهدل الناس، يا رب مبهدله الناس بهدله زايده يا رب يا رب. هي ديت اللي الناس الساده المسؤولين يشوفوا حل للحمى دي. بس انا يا عم ياسمين الموضوع خفيف يعني. هو خفيف بس فيه برضه ضرر. تمام. الناس تضرر. ربنا ييسر امر كل الناس يا رب. الناس الساده المسؤولين يعني يعني يرجو ان هم يشوفوا اي حل مع اللجنه البطاريه ان هم يشوفوا الحالات دي لان خسائر على الناس. ربنا ييسر الامر ان شاء الله. الدور وقام الحمد لله وعدي وكل حاجه الحمد لله. الحمد لله عدي. بس يعني ايه عايزين نستبعدنا برضه ان شاء الله. ان شاء الله خير يا غالي. شكرا لك يا محترم. طبعا يا جماعه احنا موجودين في سوق اللحم، السوق خفيف قدام حضراتكم خالص اهوت. يعني لسه الساعة دلوقتي 6:30 تقريبا اهوت، والسوق خفيف خالص قدام حضراتكم لان طبعا يعني على الملاح مشتغل فيها سوق ولا اتنين. بسم الله ما شاء الله تبارك، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك لكل الناس، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. بس انت شاري من السوق يا معلم؟ جاي من هنا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هي دي اللحمه السوبر يا جماعه قدام حضراتكم اهوت، العجل قدام حضراتكم دي ما فيش فيه كرش خالص اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ويدينا اعلى نسبه تصافي لحم. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. شارب كام يا معلم؟ الله يرزقك حبيب حبيب، الله يرزقك يا محترم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. ماشي يا معلم، شكرا لك يا محترم. هو اللي نزل سوق بالاصل النهارده حبيبي حبيبي. طبعا يا جماعه السوق يعتبر قدام حضراتكم اهوت، الدنيا خفيفه خالص. المكان اللي احنا بنصور فيه ده ما بنعرفش نقف فيه اصلا، بس السوق على ما يرد تاني فيها كمان سوق، لان طبعا بالنسبه للحم حبيبي حبيبي كل سنه طيب ماشي. لو هم باعوا ما يرضى ربنا قبل العيد وما تاكلوش على الناس ما كانش لحم جات لي بعد. تمام. فات الناس اشتريت حبيب قلبي. يلا خير يمكن خير. انت بعت العجل معاك ولا لسه؟ انا ما بعتوش وهروح. طب قول لي تليفونك ممكن حد يحتاجه ولا حاجه، رقم تليفونك للحجز التواصل معاك. 010 6 010 6 010 6. خمسة واحد أربعة 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 صفرين خمسة. المعلم محمود جمال حبيب، الله يرزقك يا معلم محمود. ماشي يا معلم، شكرا لك يا معلم. شكرا لكم وإلى اللقاء، عرض جديد من يوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.